السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بخلطة جديدة، خلطة كويسة جدا ما شاء الله، هتخلي الفراخ تشيل لحم معاكي وتشيل معاك أوزان كويسة. ناس كتير بتسأل بتقول أنا عايزة الفراخ عندي تشيل لحم لأن الفراخ عندي بتبقى خفيفة. كل الحاجات دي يا جماعة إن شاء الله هنقولها في الفيديو. ولو انت كمان عندك فراخ بلدي باذن الله الخلطه دي هتنفع لها، لانها ان شاء الله بتقضي على المشاكل المعويه كلها وبتقضي على الجدان وكمان رفعه مناعه وكل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عليها. الناس كتير يا جماعه بتشتكي بتقول انا عندي الفراخ بتوتش ومن عندي الفراخ خفيفه ما بتشيلش لحم وعندي كمان الفراخ بتكش. الكلام ده ان شاء الله كلته هنشوف العلاج بتاعه وهنعمل له خلطه كويسه جدا. الخلطه دي هتفيدك باذن الله. يلا كده يا جماعه سموا الله وعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من اللايكات وناس كتير تشوفه وتستفاد من اللي احنا ان شاء الله هنقوله. يلا بينا نبدا الخلطه. اول حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين انا معايا 3 كيلو علف اهوت. ده يا جماعة 3 كيلو علف معايا، دول ان شاء الله اللي احنا هنعمل عليهم الخلطة بتاعتنا. العلف دوت علف وسط، انا لسه ما اكلتش نهي خالص زي ما انتوا عارفين لان لسه العمر بتاعهم ما جابش ان انا اكلناهش، تمام؟ فده بسم الله ما شاء الله اللي احنا هنعمله النهارده على الخلطة بتاعتنا. اول حاجة بس حابة اقول لكم ان احنا يعني ان شاء الله لازم ننضف المكان يا جماعة علشان الخلطات تعمل نتيجة معاكي. حابة اقول لكم بس على شوية نصايح مهمين لازم كلكم انتوا تعرفوهم، اللي هما ايه؟ نظافة المكان اول حاجة، تهوية المكان ده تاني حاجة يا جماعة، ده اول حاجة عايزين نعملها كده مع بعض عشان الناس كتير ما عندهاش اي خلفية عن التربية، فانا بقول الكلام ده يا جماعة عشان الناس كلها تستفيد. الناس اللي هي لسه بتجيب وتربى اول مرة يا ريت اول حاجة نهوي المكان كويس، ما نكتمش على الفراخ بتاعتنا نقول لا ده جو برد والفراخ هتبرد مننا نقوم مكتمين خالص، نيجي بقى نبص نلاقي الفراخ طشمت وتعبت وكشت والكلام ده كله. لا، لازم يكون عندك حتى مهما كان الجو برد يكون عندك فتحة ان انت تفتحي للفراخ ان هي تجدد التهوية بتاعة المكان. بعد كده يعني نشوف بقى نظافة المكان. النظافة لازم يكون النظافة قبل كل شيء. النظافة عمر الفرخ ما يتعب معاكي وعمر الفرخ ما يجيلك اوبسيديا، الكلام ده كلاته ان شاء الله مش هتشوفوه. اتعبي شويه وبسم الله ما شاء الله هتلاقي عندك فراخ الاوزان بتاعتها كويسه جدا وهتبقي راضيه عنها باذن الله. مش هنفرح بقى بالفرخ عندنا وصل 2 كيلو او 2.5، لا ده باذن الله اقل حاجه لازم يوصل عندك 2 3 كيلو او 3.5، ده علشان تبقى راضيه عن الوزن بتاعك بتاع الفراخ بتاعتك، تمام؟ فان شاء الله كل الحاجات دي يا جماعه لازم انا اصلا كل الفيديوهات باكد على الكلام ده كله بس عشان الناس ما تقولش انت كل مره بتكلمك يعني بتقول الكلام ده نفس الكلام دوت في كل الفيديوهات. لا، فاحنا بنقوله يا جماعه في كل الفيديوهات ليه؟ علشان الخلطه اللي انت هتعملها ديت ما تعملهاش في الفاضي، لازم يكون في بدايه لها او مضمون لها في الاول خالص على اساس ان انت تعملي عليها الخلطه. الكلام ده احنا بنقوله ليه يا جماعه او في كل حلقه احنا بنقوله ليه؟ علشان انا باجي في الكومنتات بلاقي الاسئله نفسي هي الاسئله، ابقى شرحه كله في الفيديو بس بلاقي الاسئله نفسي يا جماعه اللي احنا بنقوله الناس بترجع تسال فيه تاني. ناس بتقول طب الفراخ عندي بتكش، ماشي احنا برده بنقول اعملوا كده يا جماعه عشان الفراخ ما تتعبش. الناس عندي برده بتقول انا بعمل كل الخلطات بس ما بتجيبش نتيجه، هي طبعا عمرها ما هتجيب نتيجه طول ما الفرخ تعبان. الفرخ عندك عنده اسهال ما تحطيش اي خلطات ولا تعملي له اي خلطات الا اذا انت عالجت من الاسهال الاول. بتعالجي ازاي؟ يا اما بتجيبي بنعمل الخلطات الطبيعيه اللي احنا بنقول عليها يا جماعه، ده اول حاجه. ما جابتش عندك نتيجه ممكن تجيبي اي دواء بيطري لغايه اهم حاجه الاسهال يروح من عند الفرخ. بعد كده علشان الفرخ يشيل وزنه كويس معاكي ابدا بقى اعملي الخلطات. في ناس كتير تبص تلاقي ما عندهاش ما تعرفش ان الفرخ مثلا يكون عنده اسهال، ما بتاخدش بالها من الكلام ده خالص، او الفرخ عنده كوكسيديا. لا، ما في ناس كتير فعلا يا جماعه والله ايه الكلام ده ما عندهاش اي خلفيه عن الكلام ده خالص. انا بقول لكم يا جماعه وانت بتاكلي الفرخ كده اقعدي قصادها شويه شوفي الفرخ اللي هو بياكل ماشي، ده بقى فرخ كويس صحته كويسه مش تعبان. الفرخ اللي هو تبص تلاقيه نام على جنب كده وكاشش اعرف ان الفرخ ده فيه حاجه. هنبدا نعمل ايه بقى علشان نعرف الفرخ ده كويس او مش كويس او تعبان ولا مش تعبان؟ الاحظ بقى البراز بتاعهم، يعني وانا قاعده كده باكلهم بلاحظ البراز بتاعه او الفضلات بتاعه الفرخ. حسيت ان في اسهال، بعرف الفرخ دوت خفيف عشان عنده اسهال او تعبان عشان عنده اسهال ما بياكلش. برده في حاجه مهمه يا جماعه، الفراخ اللي هي اللي عندها كوكسيديا في ناس مش عارفه يعني ايه كوكسيديا. الكوكسيديا دي يا اما الفضلات اللي هي بتبقى لونها بني
او اللي هي بتبقى لونها عسلي، ده بيبقى داخل على دور الكوكسيديا. الدور الكوكسيديا بقى اللي هو بيبقى داخل في الدور فعلا، دخل فيه يعني وبتقلي، وده بيبقى اخطر حاجه، اللي هو تبص تلاقي لون البراز او الفضلات بتاعه الفرخ لونها احمر. اللون الاحمر ده يا جماعه بيبقى اخطر، بيبقى اخطر بقى مرحله عند الفرخ. فاما احنا بنعمل ايه الخلطات الطبيعيه اللي احنا ان شاء الله هنعملها معاكي النهارده ديت، ده ممكن انت تعمليه كتحسين وقائي او لكي يعني ايه لزياده حجم الفرخ معاكي علشان الفرخ يشيل لحم، بس الاحسن ان انت تعمليها على طول باستمرار، حتى لو الفرخ مش تعبان اعمليها على طول باستمرار. عندك بقى الفرخ تعبان، ان شاء الله الخلطه اللي احنا هنعملها ديت باذن الله هتعالج كل الكلام ده، لانها هي اساسا مطهره وبتعالج كل مشاكل المعده زي ما قلت لكم. انا هعملها قدامكم يا جماعه وهقول لكم دي كل حاجه فايدتها ايه وبتعالج ايه والفوائد بتاعتها ايه. الخلطة يا جماعة بتاعتنا اهيت قدامكم اهي، ده عبارة عن ايه، ده بردقوش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ده بردقوش. تاني حاجة ده حبة البركة، اللي معانا التالت ده ده كركم، تمام. فان شاء الله هتعرفوا فوائد كل حاجة من ديت وفوائدها ايه للفراخ. بعد كده انا هقلب الخلطة على بعضها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهي. بعد كده ان شاء الله هنقلب الخلطة على على التلاتة كل علف زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. هقلب بقى، هخلي الخلطة كلها تبقى يعني كلها من فوق لتحت كله، يعني هنقلب جميع المكونات دي في الخلطة كلها اهي. ودلوقتي يا جماعة حطينا العلف للفراخ اهيت، والفراخ ما شاء الله اتلمت عليها وبتاكل. دلوقتي بقى اقدر اقول لكم فوائدها ايه علشان الناس كلها تستفاد. ممكن انا عارفه الناس هتقولي طب انت مش حاطه علفتين ليه علشان الفراخ كلها تاكل، بس يا جماعه عشان المكان ضيق انا حاطه لهم، واللي بيشبع طبعا بقى التاني بيجي ياكل. الفوائد بتاعتها الاول يا جماعه اللي هم الثلاث خلطات على بعض دلوقتي، انا هقول لكم الفوائد بتاعتهم ايه علشان كلكم تستفيدوا برضو من الموضوع دوت. اول حاجه عندنا بتقتل الديدان، مطهره للمعده. تاني حاجه ان هي رفع مناعه قوي جدا. تالت حاجه بتحتوي على عناصر غذائيه كبيره جدا بتنشط الهرمون عند الفرخ. طبعا يعني هي يعتبر فوائدها كتير جدا يا جماعه. بتزود الوزن معاكي، يعني هي يعتبر لها يعني فائده كبيره جدا في زياده الوزن. يعني احنا مش بنعملها يعني كعلاج او الكلام ده كلاته، لا هي لها فائده كبيره في زياده الوزن معاكي. برضه بنعملها كمضاد حيوي للفراخ. الخلطه دي تعتبر كمضاد حيوي للفراخ. بتقتل البكتيريا الضاره زيها زي الخميره بالظبط او اي مكون تاني بيقتل البكتيريا الضاره وبينشط البكتيريا النافعه. تمام؟ لو الفرخ عنده اي التهابات، عنده اي حاجه، ده مضاد للالتهابات يا جماعه. لا خلاف كده كمان ان هي تعتبر كمان مضاد سموم. يعني الناس اللي هي بتقول انا هشتري مضاد سموم من عند البتر او الكلام ده كلاته، لا انا بقول لك لا. برضو في حاجه كمان، اما بتيجي تغيري من العلف من نوع لنوع، احنا بنجيب مضاد سموم علشان الفرخ ما يتعبش معانا. لا انتوا ممكن تعملوا الخلطه دي، تعملها ايه لو انت عندك بقى الفراخ تعبانه لا قدر الله، ممكن تعملها 3 ايام ورا بعض. الفراخ عندك مش تعبانه اعملها مرتين في الاسبوع. يعني المهم برضو ان انت لازم تعمليها علشان تخلي الفرخ ما شاء الله معاك يشيل لحم كويس. برضه هلاقي في ناس في الكومنتات تقول لي طب احنا طب الحاجات ديت ناعمه ازاي الفرخه ينقرها او ازاي هياكلها؟ لا يا جماعه بياكل، مالكيش انت دعوه. حط الخلطه ديت وسيبي الوعايه بتاعت العلف قدام الفراخ، لو انت حتى عملتها بالليل او عملتها الصبح سيبي الوعايه بتاعت العلف دي او العلافه لغايه ما الفراخ تخلص علف خالص وتنقر كل اللي في الوعايه، هتبص تلاقي ما شاء الله مفيش اثر للخلطه بتاعتك اللي انت عملتها. في نقطة كمان مهمة يا جماعة، يعني الناس اللي هي بتسأل بتقول لي طب ينفع احط الخميرة دلوقتي على العلف يعني اما الفرخ سيبني بيكبر ولا حاجة؟ انا لغاية يعني 20 يوم بفضل احط الخميرة على العلف. يعني يمكن انا قليل قوي لو انا حطيتها في المية، بس يمكن لو انت عاملة خلطة زي ديت وحابة تحط الخميرة ممكن تحطها في المية، الفرخ برضه هيستفاد منها تبقى كويسة. يعني بدل ما تقلبها على الاكل انت ممكن تحطها في الميه مع الخلطه اللي احنا عملناها على الاكل دي، ما شاء الله الفرخه هياكل وهيشرب وهيستفاد من الخلطه، من خلطه الخميره، وهيستفاد من خلطه العلف اللي احنا عملناها على الاكل. في حاجه مهمه يا جماعه كمان علشان الفرخ يبقى صحته كويسه جدا معاكي على طول ما يتعبش،
لو على السطح كده نقطة خل على ري على رفل مية، نقطة خل يعني ايه؟ مش نقطة نقطة، لا معلقة خل حطها كده على ري على شو على رفل مية للفراخ، هتبص تلاقي الفراخ بسم الله ما شاء الله صحتها كويسة جدا. معاكش ما عندكش معلقة خل، ممكن نص ليمونة ومعلقة عسل، ما شاء الله ده هتخلي الفراخ صحتها كويسة جدا جدا معاك. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا بقى يا جماعة لايك للفيديو لو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.